أشرف المرسلين. أخي الطالب، أختي الطالبة، يسرني أن أتقدم إليكم في هذه المحاضرة الأولى من مقرر النظم المتكاملة للمؤسسات. وطبعا هذا المقرر كما ذكرنا في المحاضرة التمهيدية هو مقرر تعطيه كلية إدارة الأعمال قسم نظم المعلومات الإدارية في إطار نظام التعليم المطور للانتساب. ففي هذه المحاضرة الأولى سنتناول بالذكر نظم إدارة المؤسسات بشكل عام، ما يسمى بـ Enterprise System for Management. فعناصر المحاضرة ستكون كالتالي: في الأول، في بادئ بدء، نبدأ بتمهيد عن نظم المؤسسات، ثم نتناول بالذكر نظم المؤسسات المستعملة داخل المنظمات، ونتكلم على مصطلح جديد يسمى بالـ Information Silos، أو ما يسمى بمستودعات المعلومات. هذه ليس تختلف عن قواعد البيانات، تختلف عن مستودعات، هو يعني المصطلح الذي وجدته كترجمة للسايلوز. يعني السايلوز هو مكان طبعا للتخزين، فيقصد بالسايلوز هذه تقصد بها الابليكيشن أو التطبيقات اللي تعمل باستقلالية، يعني لكل عنده تطبيقات، مجموعة من البرامج زائد مجموعة من الداتابيس، ولكن تكون منفصلة عبر المنظمة. هذا ما يسمى بالانفورميشن سايلوز. وبعدين عندما نحاول أو ندرج هذه النظم الجديدة أو الحديثة، هذه نظم الERP، فطبعا هنا نقصد بها أولا وقبل كل شيء هو التكامل، يعني تكامل كل هذه الابليكيشنز وكل هذه الداتا وكل هذه البيانات والمعلومات حتى يمكن إدارتها بشكل فعال وبشكل عقلاني، وحتى يمكن يكون فيها سيفينجز، يعني يكون فيها تقليص للتكاليف إلى آخره. ثم نتناول بالذكر بعد الانتجريشن، بعد التكامل هذا، يعني نظام من أحدث النظم الذي يحقق هذه العملية، يحقق عملية التكامل، ألا وهي نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات، أو ما يسمى بالـ ERP، أو ما يسمى بالـ Enterprise Resource Planning Systems. وكما ذكرت في المرحلة في المحاضرة التمهيدية، يعني أن هذه النظم مكلفة جدا، يعني مئات الملايين من الدولارات. هذا كان في السابق، يعني في السنوات من 2000 كده، وبعدها الآن أصبح الكوست، يعني أصبحت التكلفة شوية أقل، ولكن ما زالت باهظة، يعني حوالي 20 أو 30 مليون دولار للتنفيذ. هذه التكاليف، ناهيك عن التكاليف الثانية، يعني تكاليف الهاردوير، تكاليف المعدات وكده إلى آخره. طبعا هالتكاليف تقابلها مخاطر، طبعا في فوائد التي سنذكرها في هذه المحاضرة باختصار وفي كل فصل من الفصول الجاية، إلا ونتعمق في هذه الفوائد ونتعمق في هذه المخاطر. فأنا قلت أنه المخاطر يعني موجودة، يعني مع التكلفة الباهظة هذه موجود مخاطر كبيرة جدا يمكن أن تؤدي إلى فشل ورفض المشروع نهائيا من طرف المؤسسة ومن طرف الموظفين. ويمكن أيضا بعض الحالات كما سترون في الكتاب، إذا حصلتم على الكتاب، في الحالة الأولى، حالة التمهيدية التي جاءت في الفصل الأول، وسأذكر يعني باختصار شركة هيرشي، معروفة شركة هيرشيز الأمريكية، هذه شركة الشوكولاتة، يعني هاي الشركة أو المواد الغذائية أو يعني وخاصة الحلويات هذه. فهيرشي كان مشروعها حوالي 112 مليون، يعني الكوست تكلفته كانت حوالي 112 مليون دولار. هذا كان في سنوات 96-97، وكان طبعا الهدف من هذا المشروع هو يعني تفادي مشكلة الألفية كما سمعتم، يعني year 2000، هذا الY2K، هذا الباق، هذا حق التاريخ وكذا إلى آخره. فقالوا خلي نبدل، وكانت عندهم فيجن، يعني كانت عندهم رؤية قوية جدا. ولكن مع الأسف الشديد في سنة 2002، يعني مذكور في تاريخ هذه النظم، أن هيرشي هذا النظام تسبب لها في خسارة 150 مليون دولار، يعني في سنة 2002. يعني والأسباب طبعا كما سترون في الكتاب، وأدعوكم لقراءة هذه الحالة بالضبط، يعني هذه الحالة بالذات،
لأن حالة مهمة جدا وتلخص إيش هي المخاطر وإيش هي التكاليف وكذا إلى آخره. فطبعا كانت ترجع الأسباب إلى سبب الفشل ترجع طبعا إلى المانجمنت، يعني ما كانش فيه في الهاير مانجمنت يعني على المستوى الأعلى المستوى التنفيذي من الإدارة ما كانش فيه أشخاص يعني لهم يعني تدريب كافي ولهم معرفة كافية بهذه النظم. وطبعا كما أشرت في المحاضرة التمهيدية يعني الهدف من هذا المقرر هو تهيئة ويعني هذه الكوادر وهم أنتم طبعا لكي يعني تشاركون في هذه العملية وتكونون يعني على دراية كاملة بالمخاطر وتكونون على يعني بعوامل النجاح ما يسمى بالسكسس فاكتورز وما يسمى حتى الفيلر فاكتورز يعني حتى عوامل الفشل تكون تعرفونها. فإذا يعني وطبعا هذا أكيد يعني أن كل المؤسسات الآن إما يكون موجود عندها هذا النظام أو أنها بإطار وخاصة هنا في المملكة العربية السعودية وفي إطار إدخال هذه النظم والإدارة التحول أو في إطار التحول إلى هذه النظم من النظم القديمة أو النظم المستقلة الغير متكاملة. ثم نتناول بالذكر مراحل تطور نظام الشامل لموارد المؤسسات، يعني من الوجهة التاريخية من منذ أن بدأنا بنظام نظم المؤسسات يعني إلى حين وصلنا إلى النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات. نتناول أيضا بالذكر إجراءات العمل ونظم التخطيط الشامل، هذا أيضا ما يسمى بالبزنس بروسيس، أيضا هذه جزئية مهمة. نتناول أيضا بالذكر معمارية نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات، وممكن أنا عندما أعرض هذه العناصر ممكن لا أستطيع أن أتطرق إليها وذلك لضيق الوقت، فممكن أن نقسم يعني وبالأكيد يعني أن هذه المحاضرة تكون فيها جزئين، إذن سأبدأ بالجزء الأول وسأكمل في المحاضرة الجاية إن شاء الله قبل المحاضرة طبعا الثانية أكمل الجزء الذي لا أستطيع أن أغطيه في هذه المحاضرة القصيرة. ثم نتناول بالذكر مزايا نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات، يعني من ناحية السيستم، يعني من ناحية النظام، يعني ما يسمى بالمزايا النظامية، يعني كنظام إيش هي المزايا التي يمكن أن أحصل عليها. وهناك أيضا مزايا أخرى، مزايا عملية أو ما يسمى بالبزنس بنفيتس، هذه سنتطرق إليها فيما بعد. ثم نتكلم عن الحدود، حدود النظام، يعني إيش هي الليميتيشنز وإيش هي الحدود النظام، يعني ما هي الأشياء التي لا يمكن للنظام أو لا يمكن أن نتوقع مستقبلا أن يحقق لنا هذا النظام حتى تكون يعني تطلعاتنا ويكون طموحنا يعني يكون مدروس ويكون واقعي. يعني لا نقول أن هذه النظم بعد ما إدخالها وبعد تجاوز كل هذه المشاكل وكل هذه المراحل يعني أنه خلاص يعني تخلصنا من 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 كل المشاكل ويعني وبدينا ما أعرف إيش يعني الأهداف هذه طبعا هذه أهداف الباعة، يعني هذه يعني تعتبر ك يعني أهداف تسويقية أقول، أما الأهداف الواقعية فسنراها، يعني نرى هناك حدود وسنخص بالذكر المشاكل خاصة وإدارة سياسة أو استراتيجية إدارة التغيير وكذا إلى آخره، هذه كلها يعني من الحدود التي تطرأ أو الموجودة في هذه النظم. بعد ذلك نتكلم على مزايا نظم التخطيط الشامل في مجال إدارة الأعمال أو ما يسمى بالبزنس بنفيت كما ذكرنا قبل، ونعرج على تنفيذ نظم تخطيط موارد المؤسسات وهذه أيضا مرحلة مهمة جدا نتكلم عليها ويكون هناك يعني فصل كامل على هذه المواضيع، يعني بس هذه يعني كانترودكشن او ك يعني مقدمه. سنتطرق بالذكر ايش هي يعني البزنس بروسيسز وما يسمى باداره اجراءات الاعمال وما هي المراحل التي يمكن ان نتبعها في التنفيذ الصحيح لهذه النظم او التنفيذ الناجح او النظم الناجحه. كذلك نتكلم على تنفيذ نظم تخطيط موارد المؤسسات من وجهه نظر دوره حياه النظام ما يسمى بالاي ار بي لايف سايكل، وهذا نتطرق طبعا الى كافه المراحل. بعدها نتكلم
وباختصار شديد على منهجية تنفيذ نظم التخطيط الشامل. وهذه الجزئية كما قلنا وسبق وأن تكلمنا عنها جزئية مهمة جدا. إذا لم تكن هذه المنهجية وما يسمى بالميثودولوجي، هناك يعني ميثودولوجيز معروفة، يعني منهجيات معروفة وسبق أن طبقت وسبق أن يعني كللت بالنجاح، فيجب علينا أن نتمسك بمنهجية من هذه المنهجيات ونطبقها خطوة خطوة، وهذا الذي سنراه إن شاء الله فيما بعد. كذلك نتكلم على اختيار البرمجيات والموردين، يعني software and vendor selection. يعني هناك عدة فاندرز معروفين، يعني شركة SAP، شركة أوراكل معروف، يعني سايبيس إلى آخره. فهذه الشركات كل واحد له مزايا طبعا وعنده حدود، فسنرى كيفية الاختيار، يعني سنتطرق إليها حتى يكون الطلاب إن شاء الله مؤهلين بهذه المؤهلات التي تمكنهم من الاختيار الصحيح لهذه البرمجيات وكذلك الباعة أو ما يسمى بالشركات المنفذة. كذلك نتطرق إلى تقييم هؤلاء الباعة أو ما يسمى بمورد النظم التخطيط الشامل، ثم نتكلم على تشغيل نظم تخطيط موارد المؤسسات، يعني مرحلة التشغيل عندما نبدأ وننجح ونسوي ما يسمى بالجو لايف أو ما يسمى بالنهوض بالنظام أو البدء في تنفيذ النظام. هناك طبعا بعض المسائل التي يجب اعتبارها، وبعدها أيضا تجد مرحلة ما يسمى مرحلة ما بعد التنفيذ، وهذه أيضا مرحلة مهمة جدا. يعني وفي هذه المرحلة نتكلم خاصة على user satisfaction أو ما يسمى بمدى قياس مدى رضا المستخدم، لأن تعرفون أن المستخدم كما سنرى فيما بعد في الفصول القادمة أنه هو الحجر الأساسي أو الركن الأساسي. إذا اليوزر هذا الأند يوزر رفض النظام أو يعني كان عنده ما يسمى مقاومة التغيير، فطبعا فهذا النظام مآله الفشل وكل هذه الملايين المصروفة تذهب هباء منثورة، ويعني ويكون هناك نكسة بالنسبة للإدارة ويكون نكسة بالنسبة للمانجمنت. فطبعا لتفادي هذا يجب يعني إدارة هذه المرحلة وقياس مدى رضا المستخدم بشكل صحيح وبشكل علمي حتى يمكن أن نحل كل المشاكل ونأتي بالحلول في الوقت المناسب. وطبعا هذا قلنا ما يتعلق نتكلم على الأفراد والمنظمات، ثم نتكلم على الملحقات البرمجيات النظم أو ما يسمى بالتبديد أو الإكستنشنز، وهنا نقصد طبعا نقصد CRM كما قلنا إدارة سلسلة التموين، عفوا SCM إدارة سلسلة التموين، والCRM إدارة موارد العملاء. وقلنا نتكلم في هذه في تقليص التكلفة ونتكلم على الفاعلية وكذلك. ثم في الأخير نتناول بالذكر التأثيرات الإدارية لنظم تخطيط موارد المؤسسات وما هي التأثيرات وما هي الimplications على الإدارة، وطبعا في الأخير يكون هناك سامر. إذن هذه المحاضرة سنقسمها إلى جزئين إن شاء الله. سنبدأ في الجزء الأول ونبدأ بالتمهيد. الدراسات تشير إلى أنه خلال الفترة الأولى من تاريخ تنفيذ النظم، يعني هذا في نهاية التسعينات طبعا، في نهاية كما سنرى في جدول يوضح لنا بالضبط إيش هي المراحل التي مرت بها هذه النظم، يعني في نهاية تقريبا في نهاية التسعينات من تاريخ تنفيذ النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات أو ما يسمى بالERP، لم يدرك يمن يكون هناك إدراك قوي من طرف معظم مدراء المؤسسات أو المنظمات. وهذا الإدراك لإدراك المشاكل التي يجب على المنظمة اعتبارها إذا قررت أن تنفذ أو إذا قررت أن تغير نظامها القديم بهذه النظم الجديدة. فطبعا في كل المراحل قبل الشروع في تنفيذ النظام المتكامل يجب هناك يعني بعض المسائل يجب إدراكها، وكما قلنا وكررنا خلال مرحلة التنفيذ وبعد مرحلة التنفيذ. إذن هذه لم يكن هناك إدراك قوي ولم يكن هناك إدراك كافي لهذه المسائل أو للمشاكل التي تطرأ، وهذه طبعا من الأسباب التي تؤدي إلى فشل هذه الأنظمة وما يسمى بأسباب الفشل أو ما يسمى بعوامل الفشل أو بالفيلير فاكتورز. طبعا النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات
تختلف اختلاف جوهري عن النظم التقليدية المألوفة. وهذه طبعا هذه أول غلطة يرتكبها المدراء طبعا قبل يعني أقول في السنوات في نهاية التسعينات، أما الآن فطبعا كل المدراء يعرفون هذه النظم وأصبح لها يعني وأصبحت شائعة، وحتى success stories كما يقول قصص نجاحها أصبحت أيضا معروفة في الإدارة وتدرس في المقررات الأخرى، وكذلك أيضا الحالات التي حدثت أو الحالات التي يعني كان فيها فشل أيضا مدروسة ومعروفة. إذن فالنظم تختلف هذه طبعا عن النظم العادية مثل حزم البرمجيات مثل مايكروسوفت آفيس وكذا، هذه الأمور اللي أصبحت معتادة وأصبحت سهلة جدا ولا يعني تحتوي على أي طبعا على تقريبا لا مخاطر على ويمكن إدخالها بسلاسة إلى المنظمة وجني الثمار من هذه النظم. أيضا هناك حقيقة مهمة جدا أنه لا توجد طريقة مختصرة، يعني هذه مثلا قضية شركة هيرشي اللي تكلمنا عنها فيما قبل، يعني كان من بعض أسباب الفشل يعني من عوامل الفشل عفوا كان أنهم أرادوا أن يدخلوا بطريقة سريعة جدا يعني كم هائل من هذه البرمجيات، وأرادوا أن يحصلون على التكامل ما بينها حتى ولو كانت برمجيات مختلفة تماما. فطبعا هذا مما أدى إلى فشل وخسارة الملايين، هذا كما قلنا وقدرت حوالي ب 150 مليون دولار في ذلك الوقت، خسارة في المبيعات، خسارة في يعني في 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 في, في العملاء، خسارة يعني كل خسارة قدرت حوالي ب 150 مليون دولار. إذا قلنا هنا هناك لا توجد طريقة مختصرة ومبسطة تمكن من تنفيذ النظم المتكاملة لتخطيط موارد المؤسسات. إذا يجب هناك صبر، يجب تخطيط، ويجب صبر، ويجب وعي بالمسائل والمشاكل التي ممكن أن تحدث سواء في قبل التنفيذ أو يعني في الاختيار الباعة وكذا إلى آخره، أو خلال التنفيذ أو ما بعد مرحلة التنفيذ ما يعني في مستوى رضا المستخدم أو كذا إلى آخره. إذا هذه المشاكل لازم يجب علينا أن نعيها ونجد لها حلول في وقتها، يعني ونكون مهيئين يعني بطريقة كاملة، ونكون يعني يكون عندنا وعي كامل لهذه المشاكل حتى ممكن أن نواجهها في المستقبل. أيضا هناك حقيقة أخرى أن المنظمات أصبحت أكثر تعقيد، يعني المنظمات الموجودة حاليا هي أكثر تعقيد من المنظمات الموجودة في نهاية التسعينات، وبالتالي لا يمكن لنظام معلومات واحد أو في الستينات أو لما كان نظام معلومات واحد معلوماتي واحد يمكن من خلاله إدارة كل المنظمة المؤسسة، الآن هذا أصبح غير ممكن، يعني أنه هذه النظم المتكاملة أصبحت يعني أصبحت ضرورة ولا يمكن استعمال النظم المستقلة في هذه المنظمات، وذلك لتعقيدها لدرجة تعقيدها، ولا يمكن تلبية احتياجات كل المستويات كما سنرى فيما بعد، مستويات الإدارة من المستوى التشغيلي إلى المستوى التنفيذي مرورا بالمستوى الإدارة الوسطى، لا يمكن تلبية حاجيات هذه المستويات من المعلومات من خلال نظام واحد أو أنظمة يعني أو أنظمة مستقلة عن بعضها البعض، يجب يكون عدة أنظمة وتكون هذه الأنظمة طبعا متكاملة في بعضها البعض. تعتبر نظم المعلومات عنصرا مهما في المنظمات الناجحة حاليا، ويمكن تقسيم الإدارة وهذا درستموه في المقرر السابق في مقرر MIS مقرر نظم المعلومات الإدارية، أنه هناك ثلاث مستويات نبدأ من الفوق إلى التحت، فهناك المستوى أعلى مستوى هو المستوى الاستراتيجي للمنظمة، يليه المستوى الوسطي أو ما يسمى بالإدارة الوسطى أو الميدل مانجمنت، وبالتحت على في 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 أسفل الهرم تجد ما يسمى بالمستوى التشغيلي، وكل من هذه المستويات سبق وأن درستموها ولكم دراية بها فلا مجال لإضاعة الوقت عليها. توفر نظم المعلومات مستوى عالي من الأتمتة يعني الأوتوميشن، وهذا طبعا هذا هو من بين الفوائد ومن بين المزايا التي ترجوها المنظمة سواء في يعني من العاملين فيها أو من يعني من المانجمنت أو الإدارة سواء من الموظفين أو من الإدارة. فطبعا العمليات التي تدعم من طرف هذه الأتمتة هي المحاسبة
عملية المالية، إدارة الموارد البشرية، وكذلك التسويق، وكذلك العمليات الأخرى. إذن هذه الأتمتة يعني هي التي توفرها هذه النظم المعلومات الجديدة أو النظم تخطيط موارد المؤسسات التي سنرى فيما بعد. فسنرى نرى هنا في هذا الرسم ترون يعني المستويات، تبدأ من المستوى الأعلى، هذا ما يسمى بالمستوى الاستراتيجي أو الاستراتيجيك ليفل، بعدين يجي المانجمنت ليفل، وبعدين يجي الأوبريشن ليفل، يعني هذا هما المستويات. وترى هذا بالنسبة إذا مشينا في هذا الاتجاه، الاتجاه الأفقي، الاتجاه العمودي. أما في الاتجاه الأفقي فتجد هناك المجالات التي يمكن كما رأيتم في كورس الأمياس، يعني الفانكشنز أو الوظائف، تجد الماركتينج، التسويق، تجد العمليات، تجد المحاسبة، تجد إدارة الموارد البشرية والرواتب، وتجد أيضا المالية بما فيها الميزانية، عفوا بما فيها الميزانية والتخطيط إلى آخره. وفي المستويات هذه ترى كل يعني على اليمين ترى ما هي المتطلبات من المعلومات لكل مستوى من هذه المستويات. فهنا طبعا ترى انه هناك اد هوك يعني غير منظمه وغير غير 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 مو يعني انسكاجلد، فهذه بالنسبه للمعلومات. اما في المستوى الاسفل فتجد هناك يعني بري سبيسيفايد يعني محدده جدا هذه البرمجيات التي يمكن استعمالها للحصول على المعلومات في هذا المستوى. وطبعا ترى أن هناك غير مهيكلة في المستوى الأعلى، المستوى الاستراتيجي، وبعدين تبدأ مهيكلة يعني جزئيا أو نصف مهيكلة، وبعدين في الأخير في المستوى التشغيلي في المستوى التحت تجد أن هذه المسائل وهذه المشاكل أو الديسيجن أو اتخاذ القرارات يكون هنا مهيكل يعني معروف بالضبط على المستوى التشغيلي إيش هي القرارات التي يجب أن تأخذ. أما في المستوى الإدارة الوسطى فتكون يعني نصف مهيكلة، وأما في الفوق يعني على المستوى الاستراتيجي طبعا لا يمكن هيكلة هذه القرارات أو اتخاذ القرارات. فلكل مستوى من هذه المستويات كما قلنا هناك نظام من أنظمة المعلومات التي يمكن أن يلبي هذا، وذلك عبر الفانكشنز يعني عبر الفانكشنز وعبر الوظائف الموجودة داخل المنظمة. طبعا مع مرور الوقت نتج عن تنفيذ نظم المعلومات يعني نظم معلومات مختلفة ومستقلة عن بعضها البعض داخل المنظمة خليط من النظم المستقلة غير المتكاملة، وفي بعض الأحيان تكون تتعارض مع الإنتاجية يعني ما يسمى بالبرودكتيفيتي، وتشكل عقبة في وجه تدفق المعلومات يعني الفلو اوف انفورميشن ما كان يعني ما يمكن ان يسير بشكل سلس باستعمال هذه النظم المستقلة عن بعضها البعض، وكذلك يعني هناك تعارض يعني كما قلنا مع الإنتاجية. يجب على المنظمات ان تكون مرنة وذات حركية، هذا ما يسمى بالأجيليتي يعني تكون مرنة وذات حركية، مما يتوجب على أنظمة المعلومات المطبقة بها أن تكون ذات بيانات وتطبيقات متكاملة. إذن هنا التكامل أصبح ضرورة وموارد عبر المنظمة. يجب على المنظمات أن تركز على العملاء لكي تتنافس بشكل فعال وتربح رهان المنافسة، يعني العميل أو الكاستمر اللي يكون ساتسفايد طبعا يرجع كما يقولون، اما الذي لم يكن عنده مستوى رضا مقبول او لم يقبل هذا الكواليتي اوف سيرفيس او ما يسمى بجوده الخدمه، فطبعا هذا يذهب الى المنافسه كما درستهم في مقرر نظم المعلومات الاداريه. اذا يجب على المنظمات ان تركز على العملاء حتى تتنافس بشكل فعال، مما يتطلب تكامل الوظائف بين مختلف التطبيقات، يعني ما يكون هناك عدة sources أو عدة مصادر للمعلومات وكل department يعني ويشتغل لحاله، حتى ولو يعني بنظم قواعد البيانات كما درستم، وحتى أن قواعد البيانات حتى ولو كانت موحدة هذا لا يعني أن الأنظمة تكون متكاملة. إذن تطلب التكامل أو التكامل أصبح متطلب يعني بين مختلف التطبيقات مثل المحاسبة والتسويق ومختلف التطبيقات الخاصة، مثلا ما بين ترى أنه ما بين المحاسبة فتشوف لو تشوفوا مسيرات يعني شؤون الموظفين يعني في بعض الأنظمة
يعني انه ان النظام شؤون الموظفين قسم شؤون الموظفين يعني ليس له آلية او وسيلة يعني اوتوماتيكية حتى يمكن ان يرحل كل يعني وخاصة في المحاسبة الحكومية داخل الجامعات أن يرحل كل هذه المسيرات مباشرة إلى المحاسبة على شكل أذونات صرف إلى آخره، فيجب يعني العمل عليها يعني طباعتها وبعدين إدخالها مرة ثانية وإعطائها وإرسالها على شكل ورقي أو على شكل إلكتروني، إرسالها لقسم المحاسبة وقسم المالية حتى يمكن أن يعني يعالج هذه البيانات. فطبعا في النظم المتكاملة هذا شيء غير وارد، فيعني من مزاياها انها يمكن يعني بفضل التكامل يمكن يعني تحويل مباشره هذه المعلومات من شؤون الموظفين من نظام شؤون الموظفين الى نظام المحاسبه والماليه بشكل اوتوماتيكي. تعتبر نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات اول جيل من نظم المؤسسات للتميز بتكامل البيانات، يعني ان التكامل الذي طرأ على الأنظمة طرأ من خلال النظم المتكاملة أو الـ ERP، ويمكنها أن تدعم أهم الوظائف المنظمات قلنا من محاسبة وشؤون الموظفين وتسويق وكذا إلى آخره. تتميز نظم تخطيط الشامل لموارد المؤسسات بتكامل على مستوى على مختلف الجوانب الوظيفية يعني الفانكشنال أسبكتس المنظمة وتكلمنا عليها، وكذلك على نظم الموردين والشركاء، يعني شركاء هذه المنظمة من موردين وشركاء، ممكن أيضا يكون هناك تكامل بين النظام الموجود عندنا والنظام الموردين، فيمكن مثلا بالإي سوبلاير الموجود عند أوراكل والذي سبق واشتغلنا عليه يعني هون، يعني أنه المورد ممكن عن طريق نظامه أن يدخل إلى نظام المؤسسة ويعرف بالضبط إيش هي الاحتياجات لكل قسم الأقسام ويعمل عرض عن طريق هذا النظام بشكل متكامل، وبعدين هذا العرض يأتي إلى قسم المشتريات، وبعدين قسم المشتريات طبعا فيه قوانين وفيه دراسة وفيه مراحل ويمر على المرحلة، يعني يكون هناك تكامل يعني ما بين نظام المورد وكذلك نظام المؤسسة التي تستورد أو تورد أو تأتي بهذه المواد الخام من ذلك المورد. طبعا الهدف من وراء نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسة هو تعزيز ديناميكية تدفق المعلومات، وهذه أؤكد عليه يعني تعزيز تدفق ديناميكية تدفق المعلومات، يعني هو ما يكون يعني المعلومات ما يكون فيه باتل ناكس وما يسمى بي يعني بازدحام أو زحمة أو يعني أو تعارض كما يقول الباتلناك، هو تعارض طبعا هو تعارض بين مختلف الأنظمة، إذا يكون سلس تدفق المعلومات يكون بشكل سلس وبشكل آني يعني instant، يعني إذا مثلا المؤسسة حصل فيها أي مسير أو يعني أي حدث يعني حدث محاسبي أو يعني إدخال مثلا مواد جديدة إلى المستودعات إلا ويكون كل الأنظمة الأخرى واعية وتمر هذه بشكل سلس، هذه المعلومة تمر بشكل سلس إلى باقي الأنظمة ويمكن استغلالها يعني في وقتها يعني بالآنية، وبالتالي يعني إذا كان عندنا هذه الخصائص يكون هناك الفائدة تكون عظيمة، وكذلك لقيمة المعلومات يعني المعلومات تكون قيمتها يعني استغلت باستغلال يعني باستغلال يعني كبير جدا ويمكن استعمالها. فنرى هنا بالنسبة للنظم المتكاملة يعني في هذا الشكل، نرى هنا المستخدمون، نرى هذا المستخدمون النهائيون، هنا الموظفون الذين يشتغلون في المؤسسة، نرى الباعة ونرى العملاء، وهنا هذا ما يعني الانترنت، هذا ما الانفراستراكشر او البنيه التحتيه حق الانترنت، بعدين نرى هناك يعني وجهات المستخدم، الوجهات اليوزر يعني الجرافيكال يوزر انترفيس او ما يسمى الوجهه الرسوميه للمستخدم، وهنا نستعمل في النظم الحديثة هذه كما سنرى فيما بعد أنه الويب انيبلد يعني استعمال تقنيات الويب، يعني يمكن يعني خلافا للأركيتكتشر أو معمارية الخادم والعميل التي يجب التي ترغم عليك أن تكون داخل المؤسسة وتشتغل نفس الشبكة، هذه ممكن أنه موجود رابط وعن طريق هذا الرابط ممكن أنك يعني تدخل على هذه النظم سواء كنت داخل العمل أو خارج العمل أو بعيد عن العمل أو من البيت، باستعمال
كمبيوتر يعني ديسكتوب أو استعمال لابتوب أو حتى استعمال الأجهزة الذكية هذه مثل الأجهزة النقالة مثل الآيفون والآيباد إلى آخره. إذا هذا ما يسمى ب يعني هذه المزية التي أدخلت ما يسمى بالويب بيست. وهنا طبعا نرى شؤون الموظفين، نرى هنا المالية الفاينانشال، نرى هنا الاي ار والاي بي يعني الاكونت ريسيفبل هذا يسمى المحاسبة يعني الاكونت ريسيفبل الاكونت بيبل، ونرى هنا ايضا اجزاء اخرى، والانتجريشن او يسمى بالتكامل ياتي على هذا المستوى. وهذا ما هو يعني تخطيط او يعني رسم يمثل الاي ار بي سيستم. في نظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسات هناك هدف آخر زيادة على الأهداف التي ذكرناها فيما قبل، يتمثل في تكامل مختلف الأقسام ليس بس الأنظمة بل الأقسام أيضا، والمهام عبر المنظمة في بنية تحتية واحدة تخدم حاجات كافة الأقسام في نفس الوقت في المنظمة. تعتبر نظم التخطيط الشامل بديلا لمجموعة أو تشكيلة النظم الموجودة، هذه النظم المستقلة داخل المنظمة والمستقلة عن بعضها البعض مثل النظم المحاسبية، نظم إدارة الموارد البشرية، نظم تخطيط الموارد، معالجة المعاملات يعني التقليدية إلى آخره. إذا تشكل نظم التخطيط الشامل حلا لمشكل تكامل المعلومات. إذا هذا الموضوع المقرر بالضبط التكامل يعني الحل يكمن في إدخال واقتناء وتنفيذ هذه النظم ما يسمى بنظم التخطيط الشامل لموارد المؤسسة أو ما يسمى بالإي آر بي. وهنا تكون المعلومات طبعا متكاملة من مختلف المصادر، كما توفر المعلومات في الوقت الحقيقي، هذا ما يسمى بالريال تايم. يعني كما سبق وقلت أي شيء يحدث، مثلا عندنا موظف ليس في المحاسبة، عندنا موظف مثلا يعني سبق يعني موظف أدخل في الباي رول يعني في الأداء وفي التأدية والرواتب، طبعا بعد ما مرر كل هذا لو كان مثلا لو دخل موظف جديد وحتى موظف قديم حتى بعد ما يزاول المباشرة، فتكون هذه المعلومة موجودة عن كل أقسام شؤون الموظفين كل فيما يليه، وتأتي على شكل رابط عندما يكبس على الرابط يعني يأخذ الديتيل أو يأخذ التفاصيل الموجودة وإيش الشيء الذي يجب عمله لهذا الموظف. طبعا هذه ما يسمى بالآنية أو ما يسمى بالوقت الحقيقي أو real time. يعني وترون أن المؤسسات الحديثة الآن في الوقت الحالي يعني أن للوقت قيمة كبيرة جدا، فيمكن تأخر بضع ساعات عن يعني عن إدخال هذه المعلومة أو استغلالها، حتى ولو كانت موجودة استغلالها بعد ساعات يمكن أن يكون يعني too late وتكون يعني ويكون في هذا التأخر ممكن يؤدي إلى خسارة مالية بالنسبة لهذه المؤسسة، وخاصة فيما يخص العقود فيما يخص يعني البيدز وكذا إلى آخره كما تعرف. الآن نتكلم على الذي وعدنا هذه السلايد على الحقبات التاريخية التي مرت على نظم المؤسسات. طبعا باختصار شديد في الستينات كان نظام يسمى بإدارة ومراقبة المخزون، وموجود بعض الأنظمة حتى الآن يعني الموروثة من الستينات على بالكروتات، هذه ما يسمى بالكروتات وكذا إلى آخره. طبعا نظام معقد جدا يعني وزال في يعني في كثير من المؤسسات، ولكن موجود بعض المؤسسات التي لا زالت تعمل بهذا طبعا قبل تغييرها إلى النظام الـ ERP. والمنصة أو المعدات التي استعملت في الستينات كانت حاسبات كبيرة مين فريم كمبيوتر مين فريم، وبرمجيات من الجيل الثالث لغة الكوبول كما سبق وأن أشرت إليها في الاي تي 1 درسناها في الاي تي 1 يعني من 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 النبذة التاريخية أو من الوجهة التاريخية فقط يعني لم ندرسها، وكذلك لغة فورتران. في السبعينات بعد 10 سنوات دخلت نظم جديدة أصبحت تسمى ب Material MRP أو Material Requirement Planning، يعني هذه التخطيط لاحتياجات من المواد. وطبعا هذه تستعمل تقنيات بحوث العمليات
ما يسمى بالأوبريشنز ريسيرش وكذا إلى آخره، حتى يمكن أن نحدد ما هو السقف الاستيراد، يعني سقف عفوا سقف التوريد، متى يجب علينا أن نطلب السلعة، ويعني ونأخذ بعين الاعتبار ليد تايمز وكذا. هذه كلها تقنيات معروفة، وطبعا هي كانت الأساس لنظام الـ ERP. لو تروا أن الـ MRP والـ ERP يعني يختلفون بس يعني بحرف الأم، يعني شايف كيف الحرف الأم والإي. فطبعا المنصات كانت نفسها مثل منصات الستينات، يعني حاسبات كبيرة وبرمجيات من الجيل الثالث، الكوبول والفورتران. في الثمانينات دخلت نظم، يعني كان هذه ما تسمى بالـ MRP 1، دخل ما يسمى بالـ MRP 2 أو ما يسمى بتخطيط الاحتياجات من المواد، يعني الجيل الثاني. وهذه يعني التغير الذي حدث، طبعا حدث شوي تغير في الطرق يعني العلميه المتبعه والطرق الحسابيه المتبعه، والحاسبات ايضا نفسها تقريبا حاسبات كبيره برمجيات من الجيل الرابع. الان الشيء التغير لاحظ انه دخلت كما تعرفون في الثمانينات قواعد البيانات، لانها كانت قبل معالجه الملفات الطريقه القديمه، هذه طريقه اي بي ام، طريقه ايسام وكذا الى اخره. في الثمانينات دخل تكنولوجيا جديده تسمى تكنولوجيا قواعد البيانات، واصبح للبيانات يعني موحدة في قاعدة، يعني والنموذج المستعمل كما تعرفون هو النموذج العلائقي الذي درستموه، يعني درستم علم النبذة في نظم المعلومات الإدارية. في التسعينات دخلت نظم التخطيط الشامل المتكاملة، يعني الـ ERP هذا موضوع هذا المقرر يعني تاريخه في التسعينات. عندما يعني قلنا في بداية التنفيذ يعني في التسعينات، عندما قلت التسعينات 92 93 مثلا، شركة هيرشي التي ذكرنا المثال عليها كان يعني البداية كانت في سنة 96، ويعني مرت إلى غاية 2002، يعني الخسارة كانت طبعا حدثت في 2002، يعني بعد حوالي 6 سنوات من تنفيذ النظام، يعني هذا مرحلة ما بعد التنفيذ كما سبق وذكرنا. بالنسبة للمنصات المستعملة كانت حاسبات كبيرة باستخدام معمارية خادم عميل، يختلف عن حقبة الثمانينات، يعني دخلت الاركيتكتشر ما يسمى بكلاين سيرفر أو الخادم العميل التي ذكرتها، وهي طبعا كانت مرحلة قبل مرحلة الويب طبعا، يعني أنك ممكن من خلال شبكة داخلية للمؤسسة ممكن أن يعني أن تتبادل المعلومات بشكل سلس، والقواعد البيانات والوصول إلى قواعد البيانات إلى آخره. فهذا بالنسبة للـ ERP 1. وبعدين في 2000 إلى ما بعد دخل ما يسمى بالـ ERP 2، نظم التخطيط الشامل للمخدم، وهذه طبعا النظم الخادمة. هذه الفرق ما بينها أنه استعملت الويب، يعني أن هذه أصبحت الابليكيشن أصبحت ويب بيست، يعني ابتعدنا على الاركيتكتشر كلاينت سيرفر أو ما يسمى بالخادم العميل، ودخلنا عن طريق الويب. وتعرفون أن الويب أصبح منتشر، ويعني عن طريق رابط ممكن أن تدخل على الابليكيشن، قلنا سواء من جوالك أو من الهاتف الذكي أو من الجهاز الذكي أو من 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 العمل من الشغل من يعني من من المكتب إلى آخره. وأيضا أصبحت هناك في الجيل الثاني للـ ERP دخلت ما يسمى التطبيقات كما ذكرنا الـ SCM Supply Chain Management أو إدارة سلسلة التموين، وكذلك الـ CRM الـ Customer Relationship Management أو إدارة موارد العملاء. وهذه طبعا ذكرنا وسنتطرق إليها في الفصول الأخيرة، يعني الفصل ممكن الـ 11 و 12 إن شاء الله. في مجال إدارة الأعمال تلعب نظم التخطيط الشامل المتكاملة دور حاسم، يعني دور نظم التخطيط الشامل أو الـ ERP هو حاسم في تهيئة المنظمة لكي إيش هي الأهداف، لكي تغير إجراءات العمل المطبقة فيها. يعني أن إجراءات العمل وما يسمى بالبزنس بروسس التي سبق وأن ورثناها يعني أو ورثتها المنظمة من السابق بعدم استعمال هذه النظم، عندما تأتي هذه الفرصة لإدخال النظم يجب مراجعة هذه العمليات ومراجعتها ودراستها بشكل دقيق، ويعني ويكون هنا المعيار أمامنا هو الفعالية، يعني الخطوات داخل هذه العمليات التي ليس لنا فيها حاجة، يعني الخطوات البيروقراطية هذه صعبة والمعقدة يجب إزالتها، ويجب توضيح العملية أو ما يسمى بالبزنس بروسس بشكل واضح وبشكل مدروس. إذا تحتوي برمجيات نظم التخطيط الشامل المتكاملة على مئات العمليات أكيد، لأن هذه البرمجيات يعني طورت بمنظار أو بمنظور معين، ولكن أو لمؤسسة معينة،
والمطورون أو مطور هذه النظم طبعا يراعون أن يكونوا يعني أقرب ما يمكن أو يعني أبعد ما يمكن عن التفاصيل، حتى يمكن أن تكون كل هذه يعني التفاصيل تكون جانبية ويركزون على الأشياء المشتركة بين المؤسسات، وهذا ما يسمى طبعا بأفضل الممارسات. وهذا أيضا موضوع مهم جدا سنتطرق إليه فيما بعد. يعني هناك مقولة شهيرة في هذا الميدان، يعني يقول عندما أنا أشتري نظم أو يعني أقرر على أن أدخل هذه النظم إلى المؤسسة، نظم التخطيط للشأن المؤسسي، في نفس الوقت أنا أحصل على بزنس أو أحصل على عمليات، يعني عمليات نظيفة وعمليات فعالة. فلو أخذنا يعني بشكل مختصر جدا، يعني مثال مثلا نقول مثلا احنا موجودين في جامعة مثلا ونريد أن ندير سلسلة التموين أو الأسيام أو إدارة المخازن، نتكلم عن إدارة المخازن، هل يمكن لجامعة في العالم الثالث أو في أي مكان ثاني أن تنافس يعني في في في, في, في إدارة هذه المخازن شركات كبيرة مثل شركة أبل، شركة مايكروسوفت، شركة أي بي أم، شركة اللي عندها ألف مخزن؟ طبعا لا، لأن هذه في يعني هذه الشركات لها تجربة كبيرة، الشركات الكبيرة تجربة كبيرة جدا، وأدخلت يعني طرق علمية قوية جدا ليس بإمكاننا الحصول عليها يعني من السوق كذا بطريقة سهلة. فطبعا عندما نشتري هذه النظم، إذا أنا احتفظت وكان هناك ماتش أو تطابق بين متطلباتي من المخازن مع ما موجود في نظام الـ ERP، إذن أنا رابح 100%. ليش؟ لأني حصلت على بيزنس، يعني أني سأدير باستعمال هذه النظم سأدير مخازني بشكل فعال جدا، يعني على المستوى العالمي، يعني بشكل فعال، ولا يمكن يعني أن أحصل أحسن من ذلك. إذن هاي المشكلة. إذن هناك بعض العمليات يعني الموجودة داخل هذه النظم يجب الاحتفاظ بها، وهذا ما يسمى بالبست براكتسز أو ما يسمى بأفضل الممارسات. يعني الممارسات على مختلف الشركات يؤخذ الأفضل منها ويوضع في هذه النظم. إذن هذا شيء إيجابي نحصل عليه. ويمكن أيضا بعض من هذه العمليات وللأسف الشديد تختلف تماما على ما هو معمول به ومطبق في المنظمة. نأخذ مثال مثلا الجانب الحكومي، مثلا جامعة مثل جامعة الملك فيصل، يعني أن المحاسبة المطبقة فيها هي معروفة، هي المحاسبة الحكومية. يعني طبعا هناك حديث عن تغييرها وكذا إلى آخره من المستوى الوزاري، طبعا على كل مستوى المؤسسات الحكومية السعودية، ولكن ما زالت الآن مطبقة على المؤسسات. إذن المحاسبة الحكومية فيها إذن الصرف وفي كده إلى آخره. وأيضا نتكلم مثلا على التاكسس أو على الضرائب، يعني الضريبة غير موجودة عندنا هنا في السعودية. فإذا اقتنيت أنت هذا النظم في عملية موجود، طبعا الضريبة مكتوبة التاكس وكده، وهذه تحسبك إلى آخره. إذن هناك عمليات كثيرة جدا موجودة داخل هذه النظم لا تطابق بأي شكل من أشكال ما هو معمول به، إذن يجب تغييرها، وسنرى فيما بعد طريقة التغيير. إذن عند تنفيذ نظم التخطيط الشامل للمكان المرسى هناك خياران أمام المنظمة، وهذه النقطة مهمة جدا. إما أن نغير إجراءات العمل أو العمليات لكي تتطابق مع وظائف النظام، وهذا تيار يحتج به بعض الناس، يقول يا أخي أنت اشتريت هذه النظم وتقول أن هذه النظم يعني موجود فيها أفضل الممارسات، ليش ما تبدل كل العمليات الموجودة عندك، بدلها حتى تتطابق، غيرها يعني حتى تتطابق مع ما موجود داخل النظام، وتريح نفسك وتبقى تشتغل بشكل فعال. أوكي طيب، هذا حل يعني ممكن، ولكن في بعض الحالات عندما يكون هناك الهيئات الرقابية أو الهيئات الحكومية مثل وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية التي تطلب منك بلائحة معينة أو لائحة معروفة ورسمية، هذه اللائحة يعني تفرض عليك بعض الإجراءات تطبق بشكل معين، إذن هنا غير ممكن في هذه الحالات. أو ننجي إلى الحالة الثانية، يعني إجراء تغييرات على النظام، وهذا ما يسمى بالكاستمايزيشن أو ما يسمى بالتخصيص، لكي يتطابق مع إجراءات العمل أو العمليات المطبقة في هذه المنظمة. إخواني الطلاب، أخوتي الطالبات،
سأتوقف هنا عند هذا الحد من المحاضرة الأولى، من الجزء الأول من المحاضرة الأولى، لأن الوقت داهمني والموضوع طبعا شيق جدا كما قلت يعني، وسبق لي أن مارست، كنت في الممارسة في هذا الميدان. فإن شاء الله تكون لي الفرصة معكم في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، حتى نخلص هذه المحاضرة ونتطرق إلى المحاضرة التي بعدها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.